ولنقاش ملف مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. محافظ صلاح الدين ذهب باتجاه أن مجزرة الفرحاتية عمل جنائي وليس عملا إرهابيا ميليشياويا كما يتهم ذوي الضحايا، ما مدى صحة ذلك؟ نعم، شكرا لك ست سمية ولمتابعيكم الكرام. أنا أعتقد أن القضية واضحة المعالم، ذلك لأن الأهالي على الرغم من التهديدات غير طبيعية من قبل ميليشيات الحشد الشعبي المتواجدة في صلاح الدين، أكدوا لرئيس الحكومة ولبعض المسؤولين في المحافظة أن اللواء 42 التابع للحشد الشعبي، وهم يعرفون يعني باعتبار أنهم من المنطقة يعرفون هذا اللي يتبع لهذا اللواء وهذا يتبع لهذا اللواء، وعليه هم قالوا أن اللواء جاءهم قبل يوم، ثم في اليوم التالي جاء في يعني بعد منتصف الليل وارتكب الجريمة في مدينة الفرحاتية. وعليه أعتقد أن اعتراف الأهالي هو كاف جدا لإدانة اللواء 42، ولا يمكن القبول بالذهاب إلى أن القضية هي قضية جنائية وليست قضية إرهابية. وعليه أنا أعتقد أن الاتهام الأبرز هو للواء 42 باعتراف أهالي الضحايا، على الرغم ربما من المجزرة التي ربما ستقع عليهم بسبب هذا التصريح، لكنهم وبسبب يعني الحمية على دماء أبنائهم آثروا الحديث بشجاعة عن القوى التي نفذت الجريمة، وبالتالي كلام المحافظ لم يكن كلاما مسؤولا، ذلك أنه يفترض به وهو المسؤول الأول عن الأمن في المدينة أن يكون جريئا في طروحاته، لا أن يحاول قلب الموضوع واتهام أطراف أخرى بعيدة على الأقل في هذه المرحلة عن مسرح الجرائم في صلاح الدين. دكتور جاسم، كيف يفسر هذا الانحياز وعدم إنصاف الأهالي وضحايا المغدورين بعد هذه الجريمة المروعة؟ يعني هذا كله بسبب الطمع في البقاء بالمنصب، لا يريدون أن يعني يجرحوا على الأقل بين هلالين مشاعر فلان وفلان من القوى الحاكمة في العراق، وبالتالي ربما آثروا أن يكون التضحية بدماء الأبرياء دون أن يذهبوا إلى العدالة التي يفترض أن تحدد القاتل وأن تشكل لجان تحقيق دقيقة ومهنية، لكن يبدو أن دماء العراقيين رخيصة، وأعتقد أن العراقيين سيعاقبون هؤلاء في الانتخابات القادمة، على الرغم من أننا لسنا مع الانتخابات، لكن أعتقد حتى الذين سيشاركون ربما سيعاقبون هؤلاء الذين لم يقفوا مع يعني أهلهم في أوقات الشدة. اليوم نحن في محنة، أهالي صلاح الدين، أهالي الأنبار، أهالي ديالة، يعني المدن هذه المنكوبة، إن حملوا السلاح سيتم اتهامهم بالإرهاب، إن سكتوا وبقوا في منازلهم كما حصل في الفرحاتية ستأتي الميليشيات وتقتلهم مع الأسف قتل النهاج، وهم إن شاء الله شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر غريب جدا، ضياع الدولة، ضياع هيبة الدولة والقانون، جعل الناس في حيرة من أمرها، لا يعرفون ماذا يفعلون، هل يعني إن حملوا السلاح فهم مقتولون، وإن لم يحملوا السلاح فهم أيضا في إعداد القتلى، وعليه المعادلة يعني غريبة، وكل ذلك يؤكد غياب مفهوم الدولة في العراق بعد عام 2003. الحديث عن مفهوم دولة دكتور، بروتوكول أي دولة من رؤساء ورؤساء حكومات بالعادة تقطع الزيارات الخارجية عند حدوث أي كارثة إنسانية أو مجزرة مشابهة في انتهاك لحقوق الإنسان كما حدث في الفرحتية، كيف يمكن قراءة زيارة الكاظم لأوروبا والتي بدأها من باريس؟ أنا أعتقد أن أذكر قبل عامين تقريبا الرئيس الفرنسي ربما ماكرون أو الذي سبقه
يعني كان في زيارة إلى دولة أوروبية وقتل مواطن فرنسي في جنوب فرنسا بعمل إرهابي عبر الطعن بعشرات الطعنات وقتل مواطن، ورأينا أن الرئيس الفرنسي قطع زيارته وعاد لفرنسا وعقد اجتماعا يعني مباشرة بعد عودته من أجل معرفة حيثيات هذا العمل الإرهابي. اليوم في العراق نحن أمام منظر مناقض تماما لهذا الموقف الفرنسي. رأينا أن رئيس الحكومة ذهب إلى صلاح الدين، ثم بعد أقل من ساعة سافر إلى فرنسا دون أن نحصل على الأقل على تطمينات بالإمساك بالقتلة أو الإشارة لهم. رأينا أن رئيس الحكومة يعني منشغل مع الأسف بأكثر من موقف. الموقف الأول هو حضور مجالس العزاء، وكأن دور رئيس الحكومة هو أن يكون فقط مواسيا للناس وأن يذهب إلى مجالس العزاء، وكذلك منشغل بما يسمى الشو أو الاستعراضات في الإعلام عبر فريق إعلامي مختص بإظهاره على أنه المنقذ، وليته كان المنقذ للعراق. مع الأسف رئيس الحكومة يفترض به أن يكون يمتلك القدرة على متابعة الجريمة، هو وأكثر من يعني 3 مليون عنصر أمني في العراق يفترض بهم أن يكونوا قادرين على ملاحقة القتلة والمجرمين وأن يسعوا إلى إيقاف الجريمة قدر الإمكان قبل حدوثها، لا أن يكونوا مجرد يعني معزين للضحايا. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر سيدفع الأهالي إلى الذهاب إلى نقطة اللا عودة مع الدولة، وأن يذهبوا إلى تسليح أنفسهم من أجل حمايتهم من ميليشيات الحشد الشعبي وبقية القوى الإرهابية في العراق. وعليه الحالة مربكة، الحالة يعني يفترض برئيس الحكومة بالأجهزة الأمنية في العراق أن تعي تماما أنها فشلت في إدارة الملف الأمني، وأن القوى التي تدعي أنها جزء من وزارة الدفاع، وأقصد هنا الحشد الشعبي، غالبية هذه القوى لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وإلا كيف يمكن أن نفهم أن القائد العام للقوات المسلحة من جهة، وأن محافظ صلاح الدين المسؤول الأمني الأول في المحافظة من جهة أخرى لا يعلمون بتحرك قوة تابعة لوزارة الدفاع كما يقولون؟ إذن القضية ببساطة هنالك قوة أكبر من وزير الدفاع، عفوا من رئيس الوزراء ومن المحافظ، هم الذين يحركون هذه القوة الموجودة في صلاح الدين وبقية المحافظة. في هذا السياق دكتور، وفي ظل غياب الأمن وغياب الدولة، ما هي السبل الممكنة لحماية الأهالي من تكرار مثل هذه المجازر المروعة؟ يفترض، ونحن نتحدث هنا بالحالة الطبيعية بالحالة السليمة، ولا أقصد بالضرورة أننا نتحدث عن المشهد العراقي بالواقع المؤلم، يفترض تنقية وزارة الدفاع والداخلية من القوى التي لديها ولاءات غير وطنية. هذا أولا. ثانيا، ضرورة أن يصدر المرجع الشيعي السيد علي السيستاني فتوى أخرى يطلب بموجبها حل ميليشيات الحشد الشعبي، على اعتبار أن الفتوى حينما جاءت كانت من أجل حماية ما سمي المقدسات حينها، واليوم كما يقولون الأوضاع آمنة والدولة كما يقولون هي المسيطرة، وعليه الفتوى تغيرت، ومعلوم في الشريعة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. إذن الحال تغير، وبالتالي يفترض تغير الفتوى. والأمر الأخير هو حل ميليشيات الحشد الشعبي وعدم السماح لأي ميليشيا بحمل السلاح خارج إطار قوات مسلحة. والقضية الرابعة والأهم هو أن تكون هنالك قوة حديدية لا تفرق بين سين وصاد من الإرهابيين، وحينها يمكن أن نضع الخطوة الأولى على طريق حفظ الأمن في العراق. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.